اكبر اللاعبين من مواليد 70 32 سنه. هذا البرازيلي او الارجنتيني لويلو بومبيدو. زين زيدان وضيع. مدرب بومبيدو غير راضي على الهفوات الدفاعية الموجودة. شوف تمريرة السرعة، تمريرة سمينة جدا من رونالدو باتجاه زين زيدان، لو مررها من رونالدو كانت أفضل. زين زيدان وحده ثلاث مهاجمين أمام مدافعين، فقد ضاعت الكرة من هجوم فريق ريال مدريد. شوف تمريرة مرة أخرى، لو مررها زيدان لكانت أفضل، لكن تسديدته مرت بعيدة على مرمى الحارس. رغم ذلك ضاعت فرصة ثمينة لمصلحة ريال مدريد. فرناندو ييرو يبعدها بأمان، رمية تمام. فرصة مضاعفة النتيجة تضيع من أرجل أغلى لاعب في العالم زين الدين زيدان. شاركش مع الريال في آخر مباراتين زين الدين زيدان، لعب شوط واحد. المباراة الأخيرة كانت أمام فريق إي سي ميلان. زين الدين زيدان 30 سنة، متر وخمسة وثمانين سنتيمتر، مرشح للعب على الأفضل لقب أفضل لاعب في العالم هذه السنة. زين الدين زيدان إلى جانب الحارس أوليفر كان ورونالدو يلعب معه في فريق ريال مدريد. كرة سريعة الآن لفريق أولمبيا، خطيرة الكرة هذه، خطيرة لفريق أولمبيا. التسديدة لكن جانبية الكرة هذه، جانبية. حولات سريعة عن طريق بليتاس أو كوردوبا، معلش كوردوبا. شوف التغييرة كوردوبا، هذا بليتاس بالفعل هو اللي سدد الكرة. هنا كانت أو الصورة كانت لكوردوبا لكن التسديدة كانت من بينيتاس. لويس فيجو تمكن من الكرة تعود من جديد. لويس فيجو حاول يمر زاوية، لويس فيجو فيه دفع على لويس فيجو، دفع واضح على لويس فيجو، لكن الحكم يقول حتى الشيء، يقول أنه مراقبة للكرة تبقى من جديد لمصلحة فريق أولمبيا. نيستور إيساس، رافائيل بينيتاس، ميرا تمريرة، لوبيز يلعبها في الوسط لكوردوبا. كوردوبا شوف سرعة لاعبي فريق أولمبيا. كوردوبا يلعبها سريعة على الجهة اليسرى، موجود اللاعب ستيتشي يلعبها، تصطد بالدفاع وتخرج للسبع. هذا ياري، خوان رامون يارا رقم أربعة وقلب الدفاع من الباراغواي. صاحب المحاولة الأخيرة بعد تمريرة كانت من ستيتشي، الأولى لمصلحة فريق أولمبيا أسونسيون على يمين الحارس إيكر كاسيا، في تنفيذها ميغيل أنخيل بينيتاس. كرة تنفذ في القائم الأول، خطيرة طبعا عن طريق فرناندو ييرو، ترجع من جديد لكوردوبا. كوردوبا حاول سريعة في لمس الكرة باليد من لويس فيجو، في تقديم الفيجن من بينيتاس. ميغيل أنخيل بينيتاس 32 سنة، لاعب سابق في صفوف فريق اسبانيول برشلونه، له ايضا الجنسيه الاسبانيه. ثاني من رد فعل فريق اولمبيا، وان كانت الكره بعيده على مرمى الحارس ايجر كاسياس، لكن تدخلاته كانت في المستوى منذ انطلاق اللقاء. بينيتاس يتقدم يسددها في العمق بالفعل، لكن تدخل كامبياسو يبعدها رميه سبعه. دفاع الريال لحد الان يقف، نعيش الربع ساعه الاخير من الشوط الاول. الريال دائما متقدم منذ الربع ساعه الاول بهدف عن طريق النجم البرازيلي رونالدو. هجمه سريعه وخطيره جدا لمصلحه الريال. بعد التمريره كانت من راؤول جونزاليس. لويس فيجو يرجع للوراء، ميشيل سيلجادو لفرناندو ييرو. فرناندو ييرو يلعبها في العمق، جميله التمريره هذه من فرناندو ييرو، تعود من جديد لكامبياسو زين الدين زيدان. راؤول جونزاليس يراقب كورته كما ينبغي، راؤول وبالرأس من هناك لروبرتو كارلوس، موجود في كل مكان راؤول اليوم على عكس موقعه الهجومي المعتاد في صفوف فريق ريال مدريد. شوف نجدوه لاعب وسط يلعب اكثر في مكان زين الدين زيدان في هذا اللقاء، يعود من حين لاخر للاستحواذ على الكرات السريعه اللي يصنعها الريال. فيه تقديم الرجل، تقديم واضح للرجل من اورتمان. راؤول جونزاليس 25 سنة لحد الآن يؤدي مباراة ممتازة مع فريق ريال على غرار باقي لاعبي الفريق الإسباني. زين الدين زيدان، ميشيل سيلجادو، يلعبها للويس فيجو، ميشيل سيلجادو، سريع الكرة يتوغل. شوف الثنائيات بين عناصر ريال مدريد ناجحة إلى حد كبير منذ انطلاق هذا اللقاء. ميشيل سيلجادو
يلعبها بسرعه لزين الدين زيدان، زيدان يلعبها لرونالدو، زيدان يحاول يمر بدل روبرتو كارلوس، روبرتو كارلوس خطيره، زين الدين زيدان، روبرتو كارلوس مره اخرى لكن ما يفهمش على روبرتو كارلوس وتبيع الكره، تبيع الكره على ريال مدريد، لكن يستردها مره اخرى كامبياسو، كامبياسو لزيدان، سميرتو ضايع رميته، سميرتو ضايع رميته، سوء تفاهم بين زيدان وروبرتو كارلوس، والا كانت فرصه خطيره اخرى لفريق ريال مدريد. لمسة يد يقول الحكم للزين الدين زيدان. كوردوبا، كوردوبا كرة أخرى سريعة لمصلحة فريق أولمبيا دائما، تبقى الكرة لبينيتاز، بينيتاز أو اللي يتوغل بينيتاز يرجع للوراء لكوردوبا، دائما المساندة، كل لاعب كوردوبا وبينيتاز تمر عليهم كرات فريق أولمبيا لحد الآن. لوبيز، لوبيز يلعبها مرة أخرى، تعود لكوردوبا، كوردوبا راح تكون الكرة طويلة من شك، بالفعل كوردوبا في العمق طويلة، وميشيل سلجادو خروج سريع جدا، وراؤول جونزاليس شوف في موقعه، تجمع عدد كبير من لاعبي الفريقين في جهة واحدة، شوف السرعة الآن من رونالدو، رونالدو كلود ماكيليني، زين الدين زيدان يخترق الدفاع والحكم يقول خطأ، خطأ من كاسيرس، خطأ من كاسيرس، خوليو كاسيرس هو أول بطاقة في اللقاء، أول بطاقة في اللقاء لخوليو كاسيرس بعد تدخل قوي جدا على كلود ماكيليني. هذا خوليو كاسيرس اول بطاقه صفراء تلقاها في اللقاء بعد مضي 33 دقيقه عن انطلاق الشوط الاول. تبقى النتيجه لحالها لمصلحه فريق ريال مدريد بهدف لصفر. خوليو سيزار كاسيرس 23 سنه يتلقى البطاقه الاولى، خطيره الكره هذه، خطيره عن طريق هورتمان، هورتمان وسهله بالنسبه للحارس ايجر كاسيرس. هورتمان سريع جدا، سيرجيو هورتمان مواليد 78، هذا اللاعب سريع جدا. زين الدين زيدان كرة أخرى، هجمة بهجمة واللقاء مفتوح على كل الاحتمالات، ممكن إضافة أهداف أخرى سواء بالنسبة للريال أو حتى لفريق أولمبيا أسونسيون. كرة سريعة، سريعة لرونالدو، رونالدو مليحة الكرة، مليحة كبيرة جدا لرونالدو، فينيسيو عمل جيد رائع من فينيسيو، حاول يمر والحكم يقول خطأ، خطأ خطير جدا لمصلحة فريق ريال مدريد على خط 18 متر. الريال يقدم في واحدة من أجمل مبارياته هذا الموسم أمام فريق أولمبيا، والله أنا شخصيا لم أشاهد الريال بهذا المستوى، وحتى شوف الكرات، الكرات وإلحاح وإثار شديد من لاعبي الريال في زوايا مغلقة، زوايا ضيقة جدا، شوف خروج ودخول وفي خطأ، في خطأ من لاعب رقم ثلاثة زيلايا، نيلسون زيلايا على لويس فيغو، وأمام الكرة الاختصاصي زين الدين زيدان وأيضا لويس فيغو وروبرتو كارلوس. الكرة بدون شك راح تكون كرة تكتيكية وليست كرة قوة وبعمق اتجاه الدفاع. روبرتو كارلوس نعرفه يسجل الكرات القوية جدا والبعيدة، لكن الآن لويس فيغو وزين الدين زيدان أمام الكرة، وامتحان صعب أيضا للحارس طافاريلي، ريكاردو خافيير طافاريلي، روبرتو كارلوس أمام الكرة، هل تكون لروبرتو كارلوس أم لزين الدين زيدان أم لفيغو؟ يبدو لي روبرتو كارلوس هو الأقرب لتنفيذ هذه الكرة، الأقرب روبرتو كارلوس، الأقرب. روبرتو كارلوس يتقدم تسديده قويه جدا تحت الدفاع، وزين الدين زيدان مره اخرى، مره اخرى الكره مرتده، دفاع فريق اولمبيا يعاني الان امام الهجوم السريع جدا لفريق ريال مدريد. كامبياسو متوغل لكن معزول وحده في منطقه الدفاع، والكره سهله تبعد، لو كانت منفذه بطريقه جميله لكانت افضل لفريق ريال مدريد. راؤول جونزاليس يلعبها للويس فيغو، لويس فيغو من جديد يتوغل، لويس فيغو خطيره، لويس فيغو سدد لكن تصد بالدفاع وتخرج للركنيه، تصد بالدفاع وتخرج للركنيه. الريال عازم على تسجيل هدف ثاني، شوف الكره قويه جدا تصد بالدفاع، لولا المدافع رقم سته اللي هو اونسيشو لكانت في مرمى الحارس طافاريلي. ركنيه يبدو لي رقم ثمانيه لمصلحه ريال مدريد في تنفيذها دائما لويس فيغو في القائم الاول. خطيرة خطيرة الكرة هذه تعود لكامبياسو، وتدخل مرة أخرى أورتمان. الركنية التاسعة، التاسعة دائما لمصلحة ريال مدريد. سيطرة شبه مطلقة للريال في هذا اللقاء، سيطرة مطلقة للريال في هذا اللقاء التي يسير في اتجاه واحد الآن. زيدان بتنفيذ الكرة على الجهة اليسرى لمرمى الحارس طافاريلي، زيدان ينفذها ما توصلش لفرناندو ييرو، وتعود هجمة معاكسة الآن لمصلحة فريق أولمبيا، لمصلحة فريق أولمبيا. سريعة الكرة هذه، سريع عن طريق لوبيز، لوبيز ما يمرش لكن كلود ماكيليني يتوغل وتضيع ايضا من جانب ريال مدريد، لكن يستردها فرناندو ييرو، يستردها فرناندو ييرو، يلعبها زيدان لكامبياسو. زين الدين زيدان الان مره اخرى، زيدان لويس فيغو، شوف التمريره، شوف الوصول، شوف الكرات الرائعه جدا
بين عناصر فريق ريال مدريد يتفاعل مع الجمهور الياباني الحاضر في هذا اللقاء. كرة من زيدان مرة أخرى على ميلان ويسيبو. ويسيبو زيدان ويسيبو ثنائي خطير جدا وفي المناسبات الكبيرة يظهر اليوم. ميشيل سيلغادو ويسيبو زيدان. ميشيل سيلغادو زيدان يرجع لويسيبو مرة أخرى. زيدان يبدل لروبرتو كارلوس. تمريرة رائعة جدا عرضية باتجاه روبرتو كارلوس. روبرتو كارلوس يتوغل جميلة روبرتو كارلوس لرونالدو. رونالدو يعمل بالكرة يلعبها لويسيبو. زيدان مرة أخرى يحاول يتوغل زيدان يبحث عن لاعب متحرر يتركها لويسيبو. جميلة التمريرة لميشيل سيلغادو لكن تدخل دفاع فريق أولمبيا عن طريق أونسيسو باتجاه رميق. سيطر على الكرة سيطر الأداء وأداء مميز لفريق ريال مدريد في الشوط الأول من هذا اللقاء لحد الآن. هدف لصفر ننتظر في أهداف أخرى. كلود ماكيني يلعبها للويس فيغو لكن تضيع منه تصبح هجمة مرتدة الآن عن طريق لوبيز. لوبيز يلعبها لكوردوبا. كوردوبا على الجهة اليسرى. كوردوبا ما فيش مساندة يجد مرة أخرى اللاعب لوبيز. لوبيز أو اللاعب رقم 5 اللي هو كاسيرس خوليو كاسيرس صاحب البطاقة الوحيدة في اللقاء لحد الآن. زينزي زيدان باتجاه روبرتو كارلوس على الجهة اليسرى. هجمة سريعة الآن لمصلحة فريق ريال مدريد. رونالدو رونالدو أصبح يخرج من منطقته. رونالدو تمريرة لكن خاطئة باتجاه كانت باتجاه راؤول غونزاليس والهجمة الآن مرتدة عن طريق كوردوبا. كوردوبا جاستون كوردوبا يلعبها من جديد دي لوبيز. لوبيز مس كرات كثيرة عكس كوردوبا وبينيتس وبايت رقم 9 قلب الهجوم ضيع الكرة الآن وفيرناندو ييرو. كل تأني باتجاه روبرتو كارلوس. نقترب من الخمس دقائق الأخيرة من زمن الشوط الأول. زينزي زيدان يلعبها لفيرناندو ييرو. ييرو من جديد لويس فيغو عمل جيد يقوم به لويس فيغو أيضا. زينزي زيدان في منطقة الوسط والثنائي الدفاع لحد الآن يؤدي مباراة ممتازة من جانب ريال مدريد ضايعة باتجاه أورتمان. أورتمان هجمة سريعة 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 هدف تعادل الحارس كاسياس. كاسياس يحرم فريق أولمبيا من هدف التعادل. أورتمان يتركها تخرج بالركلة. إيجر كاسياس أمام كوردوبا وأمام بينيتاس يضيع هدف التعادل. شوف الكرة مرة وحده بينيتاس أمام الحارس إيجر كاسياس يتألق ويبعد ويحرم فريق أولمبيا أسانسيون بهدف التعادل. فرصة واحدة كادت تكلف ريال مدريد هدف التعادل لفريق أولمبيا أسانسيون. كوردوبا الخطير جدا الخطير جدا وأورتمان أيضا على الجهة اليسرى أو الجهة اليمنى لهجوم فريق أولمبيا. تبقى الكرة من جديد لمصلحة فريق أولمبيا ما فيش وضعية تسلل. راح يفتح كوردوبا بالفعل. كوردوبا وتدخل فيرناندو ييرو يتدخل العملاق فيرناندو ييرو والآن رونالدو لكن ضيع منه. بينيتاس يرجع لحارسه طافاريلي. بإمكان فريق أولمبيا أسانسيون من الباراغواي تعديل النتيجة بعد هذه الحملة. ضاعت فرصة لا تعوض لفريق أولمبيا لا تعوض لفريق أولمبيا. تدخل دفاع من روبرتو كارلوس. الكرة تبقى في منطقة الدفاع وباتجاه ميشيل سيلغادو.